كما تقدم الرئيس السيسي بالشكر للقوات المسلحة على الجاهزية المستمرة، وأضاف الرئيس السيسي أنه في عامي 2011 و2013 كان هناك اختبار حقيقي للقوات المسلحة. أتقدم لكم جميعا بالشكر القوات المسلحة، وأشكركم على الجاهزية اللي أنتوا دائما متواجدين فيها، وأشكركم أيضا على وطنيتكم العظيمة، وأيضا عقيدتكم الشريفة المخلصة لوطنها، وبقول لوطنها مش لحد، لأن احنا في 2011 و2013 كان في اختبار حقيقي للقوات المسلحة، بغض النظر على ان اللي حصل في 2011 كان ترتيب ولا سوء تقدير ولا مؤامرة، لكن كانت الهدف منها في الآخر ان جناحي الأمة في مصر الشرطة والجيش تسقط، وتسقط الدولة في اقتتال أهلي ضخم جدا يستمر ويأكل كل ما فرص التنمية حتى لو كانت فرص تنمية متواضعة أو محدودة.